اختتمت الجلسة الحوارية الثالثة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة لعام 2024 وأعمالها. أكد المشاركون أن استقرار الاقتصاد والمجتمع ضرورة لضمان التنمية المستدامة في البيئة والمناخ. وهدفت جلسة الحوار إلى تسخير خبرات قادة الصناعة الرئيسيين وتوجيه الخطاب نحو التنمية المستدامة وتأثير الاقتصاد والمجتمع في تعزيز تحقيق الأهداف البيئية، حيث ركزت المناقشات على العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيق التقدم المستدام، بما في ذلك استخدام الموارد والأمن الغذائي والصراعات بين الحدود وداخلها والتعليم والفقر والنمو السكاني والهجرة من بين عوامل أخرى كثيرة.